مساكم الله بالخير يا شباب. العلم الزين ان شاء الله. هلا هلا. تبون تحدي الكبار؟ اي والله. مبطين عنا يا ابو ربيع. ابشروا بس سعد. وفلوس ابشروا بس سعد. وفي مفاجأة جديدة، من اخر واحد فاز في تحدي الكبار؟ انا. الواصل؟ طيب. حامل اللقب في حال انه فاز اليوم ترى المكافأة تتدبل. الحق الواصل الصراحة الله يحييك. رش. هذا مو بإعلان، هذا شهادة حق الناضج من أفضل المطاعم اللي ممكن تتعامل معهم. والله لا جيتهم ولا وقفت عليهم ولا شيء، دقيت العصر قلت أبي لي ذبيحتي نتجمل، عندي ضيوف غالين. قالوا أبشر وسم ولبه. شوفوا التفاصيل، اللبن، الشطة، السلطات، الإدامات، كل شيء، والله يجهزوا كل شيء. يعطيكم العافية شباب. شكرا شكرا. مرحبا. يا مرحبا. الله يحييكم تحية المطر. هلا هلا. اوه والله البشكة كلهم موجودين، يعني تحدي الكبار اليوم حراق على يا الطلاق، ما حد يفوز. يا هلا يا هلا على اللمح يا ابو ربيع. حياكم. يلا يا واي وش في؟ بينكم تصفية حسابات؟ ايه يا رجال بخطيب هذا ما بهذني وفي الحياة واحد خلاص خلاص. اقول روح بلا عيش. هذه لا لغزة خالصة. يا رجال والله في خبر حلو يقوله بعد كم يوم. ما ادري صادق انا ولا يا امسي انت ما يمسك الماء في بطنك؟ والله يا جماعة لا يفوتكم لا يفوتكم. والله ارفع رد. وريك. رجعنا للتحدي الأكثر متعة وإثارة وتشويق، تحدي الكبار. فكرة اللعبة سلمكم الله، حاول تشرح لصديقك بدون ما تقول كل شخص فايز 1000 ريال. واللي فاز قبل بالسوبر اسمع، اللي فاز قبل بالسوبر إلى 1000 ريال ثاني. المتابعين انا بالله اشهر الاكسجون تخسر واخوهم ولا عندي اخوان يا جماعه عشان يطلع ترند ابن الذين. امس الكلمات اللي تحت كلمه خرامه، العيال كلهم فاهمين اللعبه. الفريق الفايز كل شخص منكم له 1000 ريال. مين اللي بيتوقع الفريق الفايز؟ سواء فريق ابو شوق وابو الضغط العالي والواصل، ولا فريق ولد العمه ومخلد وعبد القادر والشباب البقيه؟ راح نسحب على شخصين في هاشتاق غازي الذيابي، كل شخص له 1000 ريال. ركزوا فينا ترى احنا الاذكياء هنا. ركزوا فينا. ابي نشوف. بالله خليهم يركزون على مجموعتي انا. تفضل يا ابو خطيب. يا جماعه في الصباح. اسكتوا. ايش تبي انت؟ اي صح صح نسيت اللعبه. الله ياخذ عقلك. اسلم اسلم. في الصباح لما نبغى نفطر وين نروح؟ بوفيه. يا اسمع هذا ابو ناصر ضيع علي وقت، كيف ما ضيع علي وقت؟ كف كلمه ما في ما في الصباح ولا كلمه. اسمع اسمع من والله سبعه العاب قسم بالله. يا جماعه ادعمونا ترى احنا حنفوز حنفوز. والله ما يفوزون ما عليك منهم. اجلس هد انفوس. راح افطر راح افطر راح افطر تندحه. راوي هد انفوس. كفو. اجلس والله ما تجلس من اولها يا ابو حشر. هد هد والله ابو حشر ابو حشر يضرب كسيف. تفضل يا ابو المها. اذا جيت عند المحكمه اذا صرت ولا عاد ينفع الا اخر شيء وش بتسوي؟ والله ما قدرت محكمه. طيب وش بتسوي؟ مو بحق مشاكل. اذا جيت بتبرر الواحد ما يفهم. ابي اشتكي ابي احلف. خلاص كفو. الف مبروك. انا قلت محكمه قلت شيء قالوا بروح المحكمه وش اسوي؟ هذول الضعيفين اثنين كيف جابوها؟ ضعيف ما بالكثره ما بالكثره. بعدين انت تكذب على المتابعين. كيف تزوجت ما رحت المحكمه؟ تزوجت. يا لا 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 لا. فريق عبد القادر ومخلد وولد العم اسلم. تفضل. اذا الشرطه يباركه ارسل يبون يمسكون احد وش يصلحون؟ تعميم تعميم بلاغ.
صحيح صحيح، بس انه يعني تنجح خطة كأنك تقول مثلا زي النقطة، زي نقطة التفتيش، ايش يسمونه في الدول اللي حولنا؟ نقطة التفتيش هي صح بس في كمين. المبروك يا ولد العم، المبروك الله لا يعين. ترى ولد العم راح معي لمصر، ترى علمتهم مصر ولا ضار. كيف سعيد يفرح يا مخلد؟ كما كما والله عبد القادر جابك هدم وش ايش 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 يا عيالي كيف الدقيقة 16 ثانية؟ 16 ثانية اسس راح اجابه يا ولد، هذا مفوز اليوم. كفو كفو يا واصل، والله ما تفوز ولد، ثانيتين ثانيتين يا غالي، والله افوز انت وملابسك هذا تقول ملابس صلاخ. والله جا عليك تنمر على الطقم. حشرتك الجو النوكي اول ما تشغله. يا غازي يا غازي ابو حشر متى بيفتح المصرخ بكره؟ والله يا ابو تفضل يا ابو ترف اركد اسمع. شيء يحطونها السواري على السفره زي السلطه، تبوله تبوله حمص فتوش فتوش ايش راح؟ لا 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 بيدك لا سلطات. ايوه قريب حول الموضوع هذا. بابا غنوج. بابا غنوج بابا غنوج بابا غنوج يوم تاكله حامض. ما عندي لحم دجاج. بليله. ماني ما يجن بعم بليله. الله لا يومي. بليله زي البيضه زي كذا تاكل حامض. بليله يا اخ بليله. لا والله لا احسبها. لا اشرح اشرح اشرح. لا يجي يحطون الطوالي قبل الاكل يجي فيه مويه. الله يا الله ياخذ عقلك يا صدقة. اكل بدون مقبلات بدون شيء. مقبلات بس نقال نقول نقال زيت وعد شخير تبوا لحم الصيد. ما تعرف مخلد لا مريرة سلام يا ابو ناصر. والله من نظرتك يا ابو ناصر بابا هنا هنا انك بلشت قول له مين الحين الدفاع المدني لا راحوا يطفون حريق وش معهم؟ يدقون على الشرطه غيره يدقون على الشرطه غيره لي. ايوه ايش تسمى لي هو الخرطوش. ها هو زي قيمة خرطوش. ايش هو ايش هو ايش هو هذا فيما موجود بكره بابا هنا هنا وش بعد على ناصر دق على منصور دق على مطر دق على استنى استنى دق على ايش دق على ناصر على منصور على مطر يعني تزعل يمكن طرشي يمكن طرشي يمكن ما بغنوج ما بغلي لحظه يا عيال لحظه يا اخي هو انسان حيوان ايوه زين قص اي هذا الكلب لا يا عيال شوفوا كيف يا سعيد يا سعيد شوف شوف يا عيال شوفوا سعيد هو اتباع المدني شوفوا مخلص يقلد قزعين تفضل يا ابو غازي يلا يا طعمة شايل لحمة اضغط اللحمة خل بس خل نسمع الصوت اصبر يا عيال نستخدمك كذا كذا المعاملات كذا وكذا خاتم هي 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 خرام
خرامة والشرط بيدك وذلك مخلد مهزوم فريقك مهزوم مخلد كلهم الشرع ورجع للبرق ولا على الطول خرامة سوى الخرامة سوى الخرامة شاف عيني الله لك سوى اسلم صدقه تذكر مره عندك في البيت ايوه طيب بابا مثلت انا تمثيل سويت كبسه يبي هذا كلمه تذكر في بيتك سمرنا ولعبنا اللعبه ذي تموت حول الدعوه حول الموضوع ذا ايش اشرح يا ابو حاشم جيب لي حاجه ثانيه زيه يرحم امك صح بابا خليك بعمر شوي لا لازم يشارك انا اسمع علي الطلاق ما بصوري هو لا لا ممثلة الا لا يمكن حاول شوي مخلل فيها تبن برسيم رداسة لا لا اشرح اس يا رجال هذه رقاصة لا اذا شفت يعني شيء وعجبك ولا رقص وعجبك ايش تقول اس ايش تقول لو شفت رقص وعجبك حفلة ليلة عاشور لا يجعلك عشك العش سبي سعيد عمي ناصر عمي منصور عمي مطر عمي هزاع عم جيسا ما عارف تكلم ما عارف ما عارف منصور اسمع دقيقة يا حبيبي اسمع يحطون فوق على المظلة العريش فوق العريش قابلني اللي عرف العريش انا عارف ما شراح اصفر يحطونه فوق المظلات ويجي على منصور يجي يا عيال شوف وجه غازي حطب لا حطب فوق حطب اسمع حطب اسمع حضاري حضاري الله الله لا يعود الشر لحظه عيال لحظه عطوا فرصه دقيقه اصبر خلي اشرح خلي نتكلم من خشب خلي نسمع شرح سعيد خلي نسمع شرح سعيد اصبر قابلني هو مفهمها هو مفهمها قابلني وش قلها انت عارف ما تعرف انت عارف 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 الرجال يقول مظلة هذا يقول حطب الرجال كانكم غلقي يا ولد يا ولد الله لا يوفقكم يا شيخ ولد العمه
لو ما جاوبتوا ترى فريق الواصل والضغط العالي وابو شوق فايزين. اصبر يا عيال. دلع دلع قريب منها. غرور قريب منها. كلمه بدويه. ايوه اصبر يا عيال. غنج قريب. اصبروا قريب. تخطي ارض بدو سكتكم. البلك حرامه حرامه. حول غنج. لا البدع عندنا هذا فلان ما غير خكري. اصبر ولع ولع تمايل الزايد و رقاصه يا ربي منك. اصبر اصبر تبختر تبختر من تبختر وش يتميع يا خكري يا ربي منك. مرجح منك. الوقت معك. قابلني يا دمفوسم بس. مايل زايد. خكري. انت على الوقت فاز فريق الوصل. فاز فريق الوصل. تستاهلون يا شباب. هاشتاق الأول على مستوى السعودية حوالي 7000 تغريدة. وخلونا نسحب ونشوف من الفائز الأول معنا. شباب إذا قلتوا لي وقف بوقف. ها عندي اسألهم عندي. روح روح روح. وقف نوقف نوقف. فريق الواصل وابو شوق والضغط العالي. ألف مبروك يا حرف الآر. وما زلنا نازلين نسحب على الفائز الثاني. متى ما تبون نوقف قولوا لنا وقف. أنا مالي شيء. مالك شيء في إيش؟ مالي شيء فلوس. توك مشتري أفلون. أفلون ما غير كذا. مرة تشتري دتسن ومرة أفلون وكلها خدامة للكزز. ربنا وربك الله. والله غازي أفلون عجبتني وها بتكسر. والله ظهري بروح أبو غازي لين بدي أروح بسكليت. السيارات كلها خدامة. يلا إذا تبغون نوقف قولوا لنا وقف. وقف. وقفنا. ألف مبروك يا ريم المطيري. نعم ألف مبروك. تستاهل. حطني مع ريم المطيري. ألف مبروك يا غازي. ألف مبروك يا أبو غازي. يا عرب أنت طليقة. طيب طيب خلاص. تشوف الالف هذه تعب الديتسن وتعب الليكسز وتعب الافلون كله. لا تخلي يا اخي. انت تؤمر يا جميل. انت قمر. انت شمس. انت جنه. انت